مشتقة دالة في غون إي. إذا قابلت الدالة إي الاشتقاق على المجال إي من آر، وقابلت الدالة في اشتقاق على المجال إي لإي، فإن الدالة في غون إي تقبل اشتقاق على إي. ولدينا من أجل كل إكس من إي في غون إي بريم لي إكس تساوي في بريم لي إي لي إكس في إي بريم لي إكس. ناخذ مثال أن الدالة F معرفة على R B F لي إكس تساوي 2 في إكس أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 1. نلاحظ بلي أن الدالة F تكتب من الشكل V غون U، حيث U هي الدالة إكس أس 2 زائد 3، و V هي الدالة 2 إكس زائد 1. عندنا U بريم لي إكس تساوي المشتقة تاع إكس أس 2 زائد 3، وهي تساوي عن المشتقة تاع إكس أس 2 هي 2 إكس، والمشتقة تاع 3 هي 0. عندنا V بريم لي إكس تساوي المشتقة تاع 2 إكس أس 2 زائد 1. عندنا المشتقة تاع 2 إكس أس 2 هي 2 في 2 لي إكس. عندنا المشتقة تاع 1 هي 0، وهي تساوي 4 إكس. ومنه F بريم لي إكس باستعمال خاصية تساوي V بريم لي U أي إكس أس 2 زائد 3 في U بريم لي إكس. هذه تساوي المشتقة تاع الدالة V هي 4 إكس كبير، نعوض إكس كبير ب إكس أس 2 زائد 3 تولي لنا 4 في إكس أس 2 زائد 3. عندنا المشتقة تاع الدالة U حسبناها هي 2 إكس أي في 2 إكس. هذه تساوي نضربوا 4 في 2 إكس تولي لنا 8 إكس في إكس أس 2 زائد 3.